ازيكم؟ احنا النهارده معانا الفنان العظيم العبقري محمد رزق، هيكلمنا شويه عن معرض بتاعه بتاع سلفادور ديلي، وعايزين نتكلم عن النجاح الرهيب اللي حققه المعرض مع كل الناس والفنانين والاعلاميين والنقاد. اهلا معانا الفنان الكبير، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. كلمنا شويه عن المعرض بتاعك. المعرض الحمد لله كان مقام من يوم الاحد لحد يوم الخميس، النهارده كان اخر يوم كان في المعرض، والحمد لله حقق نسبة كويسة، يعني نجاح كبير الحمد لله، لحد ما الفنانين وكل المشاركين كلهم مستفيدين منه، يعني الحمد لله. قول لي طيب، ايه الآراء اللي جات لك من النقاد والإعلاميين؟ ايه أحلى كومنت جات لك؟ أحلى كومنت جات لي من أستاذة أمانة زهران مديرة المقتنيات، احنا مسجلين معاها اللقاء دوت، أستاذة دكتورة فينوس برضه كانت اتكلمت عن المعرض إن هو عجبها جدا. المشاركين كلهم بيشجعوا موضوع ان احنا بنشتغل في مدارس فنيه، الناس كلها عاجبها ان احنا بنحاول على قد ما نقدر، ان احنا بنيجي نشتغل معارض ان احنا بنحاول نقدم وعي فني على قد ما نقدر. الناس كلها كانت معجبه، انا كنت سعيد جدا والله بكل الناس اللي كانت معايا، وفي نفس الوقت انا كنت حاسس ان هو معرض جماعي، كلنا كنا بنقدم فيه ادوار جامده. المشاركين تعبوا جدا معايا بامانه، يعني كلهم كل واحد فيهم حاول يقدم دور. استاذه سالي كانت بتعمل تغطيه كويسه جدا، واستاذ ساره التركي واستاذه الاء برضو نفس الموضوع، ناس كتير حاولت تقدم فعلا قد في المعرض دوت، الناس كلها كانت شغاله بحب والله. انا ملفت كنت يعني شكرا لحضراتكم كلكم، ميرسي ليك. انا شفت الفنانين بصراحه كله عامل صوره مخصوصه عشان المعرض بتاعك، وفي فنانين جربوا ماتيريالز جديده مخصوص عشان المعرض. انت قول لي ان شاء الله المره الجايه هيبقى برضو افكار جديده وافكار طاقه. والله في اخر حاجه احنا كنا عاملينها كانت عزيزي المره دي سلفادور دالي، ان شاء الله المره الجايه هنحاول برضو نعمل حاجه كويسه للفنانين. تمام. طب قول لي ايه رايك بقى في معرض النهارده بتاع احمد جمال في المركز الثقافي الروسي؟ احمد جمال معارضه دايما بتبقى حاجه مختلفه، بيحاول يجدد من الاماكن، ما بيشتغلش في رتم معين. انا بشوفه الملك بتاع المعارض اللي هو متربع على العرش بصراحه. بالظبط. طب وايه رايك في الاعمال النهارده؟ بصيت عليها كده بصه سريعه، ايه رايك؟ الاعمال النهارده احمد كده كده ما بيختارش اي شغل عشوائي، يعني هو بيختار الشغل بعنايه، هو قبل ما يكون ان هو منظم معارض هو اصلا هو فنان تشكيلي، هو بالنسبه له بالنسبه لناس كتير من الشباب في المعارض هو قدوه ليهم بصراحه. تمام. كان لقائنا النهارده مع الفنان محمد رزق، احسن يا جماعه افكار وفن، وبيطلع من الفنانين مواهب رهيبه، بيفضل وراهم ما يسيبهمش لغايه ما يطلعوا احسن حاجه عندهم. فانتظروا ان شاء الله المعرض بتاعه الجاي ان شاء الله هيبقى اقوى من المعرض اللي فات ان شاء الله باذن الله. شرفت بحضرتك يا استاذ. وانا كمان ميرسي ليك. ميرسي، شكرا.